عام 74 ظهرت لأول مرة بورش 911 توربو في معرض باريس بمحرك قوته 260 حصاناً. القفزة الأولى في أداء المحرك حدثت عام 77 بمحرك قوته 300 حصان بفضل التبريد الداخلي الجديد. 911 توربو أكثر من مجرد سيارة، إنها أسطورة حقيقية في سبعينات القرن الماضي وثمانيناته لم يستطع أحد مقاومة سحرها، حتى الجدات والأطفال. الناس كانوا إما يعشقونها أو يكرهونها، ولكنها كانت دائما تلفت الأنظار. وكأول سيارة رياضية فائقة في العالم بشاحن توربو، تجمع بورش بين التميز في الأداء والفخامة. صممت سيارة توربو في الأصل لتكون سيارة سباق، لكن بورش عدلت التصميم في مرحلة الإنتاج الأخيرة وحولتها من سيارة سباق إلى سيارة تجذب المشترين من هواة الفخامة، لكن بقيت فيها صفة رياضية واحدة وهي صفة فجوة التوربو. تحدث عندما تضغط على دواسة الوقود فلا يحدث شيء في الثانيتين الأوليين، لكنك تشعر بعدها وكأن سيارة أخرى صدمتك من الخلف. يا إلهي، كأنها تطير وتثير الرعب في قلوب معجبي لامبورغيني وفيراري. كان سعر سيارة توربو آنذاك 33,000 يورو على الأقل، وهذا أكثر ب10,000 يورو من أغلى سيارة وهي 911 كاريرا بمحرك شفط. منذ عام 89 بيع 21,000 سيارة من توربو القديمة لشكلها المذهل وأدائها المتفوق. في 5.5 ثواني تتسارع من 0 إلى 100 كيلومتر، وسرعتها القصوى 260 كيلومترا في الساعة، لكن على السائق الحذر ومعرفة كيف يتصرف، لأنه إذا ضغط على دواسة الوقود في لحظة غير مناسبة ليعمل الشاحن التوربيني، قد تدور السيارة وتخرج عن مسارها عند المنعطفات. إنها سيارة رياضية حقيقية تتطلب التركيز والمهارات، ولكن فيها قدر غير عادي من الأمان ومتعة القيادة. كلام صحيح، فمن يبحث اليوم عن متعة القيادة قلما سيجد بديلاً عن سيارة توربو القديمة. يا لها من سيارة تشبه الوحش، لا يمكن تجاهل ماركة 911 توربو بذيلها الخلفي المذهل الذي أعجب الكثيرين في السابق، لدرجة أن الكثيرين أرادوا مثل هذا الذيل على سياراتهم. لم يحظ أي ذيل لسيارة بشعبية لدى الناس بالقدر الذي حظيت به هذه الزعنفة الخلفية، ولاحظت بورش هذا الشيء وقامت بتصميم أنواع سيارة 911 العادية بنفس شكل سيارة توربو. تصميم سيارة توربو أصبح موضة، رغم أنه تم إنتاجها في البداية للضرورة. الأغطية العلوية للعجلات أخذت من سيارة كاريرا بسعة 3 لترات مع تعديل طفيف. أما الهيكل فقد وضع أحد مصممي بورش لمساته الأخيرة عليه خارج أوقات العمل، ونظراً لقلة الميزانية تمت مكافأته بزجاجة من الويسكي. التصميم الداخلي جمع كل المواصفات الاختيارية على قائمة بورش الإضافية، وظهر تبريد هواء الشحن مع المحرك بثلاثة لترات فاصلة ثلاثة في نهاية عام 77. في الحقيقة لم تكن سيارة توربو الأصلية تفتقد لأي شيء، ولكن النموذج ذي 3.3 لترات كان يركز كثيرا على مواصفات الراحة كالنوافذ والمقاعد الكهربائية وفتحة السقف الكهربائية وغيرها، لكن هذه الفخامة لن يكون سعرها رخيصاً. في عام 74 بلغ سعرها 65,000 مارك، وهذا السعر أغلى من سعر أقوى سيارة بورش كاريرا 2.7 بمقدار الثلث. إنها سيارة راحة وأداء رياضي فائق أكثر منها سيارة سباق، وذلك لأن السيارة لا تستطيع إظهار قوتها إلا في الطرقات المستقيمة،
أما في المنعطفات فتسير أي سيارة من 911 بدقة أكثر وانسيابية. رغم ذلك تجذب توربو لشركة بوش فئة جديدة تماماً من الزبائن. 911 توربو هي أول وأنجح السيارات فائقة السرعة بشاحن توربيني، ومنذ ظهورها وشركة بورش تقف على قدم المساواة مع شركات مثل فيراري ولامبورغيني الإيطاليتين. ونجح 911 توربو في الجمع بين الرياضية والاستخدام اليومي، ولذلك فهي بلا جدال علامة بارزة في تاريخ صناعة السيارات. إضافة إلى أنها أسطورة، ولا عجب أن يبقى المستوى الفائق لأداء سيارات بورش الرياضية يذهل الناس منذ ثلاثة عقود إلى يومنا هذا.